للشاعر انه يكتب دائما يكون في عنده قلمه سائل لحتى يكمل هاي الرساله. هقول لك حاجه صغيره بعديها لحضرتك وللشاعر الجميل ده. اقول لك يلا رايح على الحبايب قول لهم فاكرين بلادنا اللي ماتوا كانوا منكم برضو اهالينا وولادنا، الحجاره اللي في ايديكم والكرامه اللي في عينيكم قبل ما تهلل احنا على الارض اتولدنا. قول لهم ما نسيتش دور اللي مات في ايدينا ابوه، وان مصر بحالها شايفه اللي خانوا بيلعنوه، وان شفت عيال بتحدف بالحجاره على المدافع واللي واقفين على المدافع كانوا خايفين بيهابوه. مش لوحدك يا ابن طيني واللي يأذيك بيعاديني، مش لوحدك يا ابن طيني واللي يأذيك بيعاديني. الله الله، شفتوا قد ايه قد ايه احنا قاعدين؟ انا سعيده جدا بهذه الجلسه. احنا قاعدين في جلسه اربع دول عربيه ممثله عن دولنا العربيه بنتكلم في الشعر وكلنا شبه بعض. يعني استاذ بلال معانا على الزوم، وفارس قطريه شاعرنا المصري معانا.